5, 4, 3, 2, 1. 8,377 times 8. That's it. 67016. حسابات وأرقام، جمع وطرح، ضرب وقسمة. باختصار هو كابوس الرياضيات لدى غالبية الناس، وشغف وهواية وسلوى لدى هؤلاء الأولاد الذين بحبهم للرياضيات تمكنوا بأصابعهم الصغيرة أن يلعبوا على وتر الذكاء الخارق وأن يتلاعبوا بالأرقام الكبيرة والمعادلات العقيمة. ويبقى سحر هذه الموهبة يتطور مع آلة اليابانيين، آلة الأباكوس. هي الأداة أو الحاسبة اليابانية عمرها 2000 سنة قبل الميلاد. هيدي النقطة هي اليونت، هي تعيث الآحاد أو اليونت بالفرنسي أو اليونت بالإنجليزي. اليونت هن من الواحد من التسعة اللي هي معروفة 1, 2, 3, 4. هيدي اللي فوق معناتها هي لحالها معناتها 5. هيدي باليونتين. بالديزان أو بالتاس أو بالعشرات اللي حدا اسمها 50. وكل خرز اللي تحت اسمها 10، معناتها 10 20 30 40 وهيدي 50. اذا بدور انا مثلا 56، هاي 50 56 زائد 23 20 23 بيطلع جواب يعني جواب جديد اسمه 70 79. هلا هيدي كثير صعب انه الولد يتعلم عليها اول فتره، اول شيء 20 ساعه، بس بعدين لما يتقن المهاره كلياتها بنصير قادرين نعطيه مجموعه من الارقام والاعداد انا وياك ما نقدر نتخيلها ونصورها. ريدي؟ 9, -7, 2, 5, -8, 1, 6, -3, -5, 4, -1, 6, -9, 2, 1, 6, -7, -1, 5, 3, -2, -7, 5, 1, 2, 1, -8, 2, 6, -5. That's it. 4. من سن ال 14 سنة تقريبا بينما دماغ الطفل 75%، ما بين 14 ل 22 سنة بينما الجزء الباقي من دماغه. بالفترة اللي عم ينمى فيها دماغ الطفل بشكل كتير كبير نحن بنكون عم نشتغل معه، ولكن نحن ما بناخذ ببرنامجنا بالاي سي ماس الا من عمر 6 سنوات ل 14 سنة. 9875 divided by 7. That's it. 1410.71. ready. 16.8 -11.3 -23.7 -76.1 -37.6 -22.3 -27.1 -13.5. that's it. 103.1 125 -217 873 379 167 -779 -379 -386. That's it. 700. رقصة الأنامل هذه ترجمة لخيال هؤلاء الأطفال الذين يضعون أمام أعينهم آلة الأباكوس ويبدأون بتحريك الكرات الصغيرة حسب المعادلة الحسابية المطلوبة ليأتوا بالجواب النهائي والصحيح. طبعا تلميذ مبدع او ولد مبدع بكون عم يستعمل الجهه اليمنى من دماغه اكثر. لما نيجي نقول انه التلميذ هو شاطر بالرياضيات او شاطر او ذكي بمجال ما بالحسابات او بالتحليل بكون عم يستعمل الجهه اليسرى من دماغه. رشا الكرم، قناه الجهة.